اليوم راه وضع الكمامة ضروري، راه ما نقولوش المرسالة. حقيقة الحالة الوبائية اللي كاينة في الإقليم ديال الصطات هي مستقرة، حالة مستقرة، وقريبا غادي نسجلوا صفر حالة إن شاء الله. ولكن كيف ما شفتوا اليوم الأحد، هناك واحد المجموعة من الحالات اللي تسجلات. إذن المرض باقي كيدور في المغرب، لذلك الله يجازيكم بخير، المزيد من الحيطة والحذر، المزيد من التدابير الوقائية، المزيد من الاحتراز، غسل اليدين دائما، ما نقولش المرض سالة، راه باقي كيدور. الله يجازيكم بخير باش نخرجوا من هذه المحنة. خوتي المواطنين، خواتاتي المواطنات، اليوم رحنا كنا كنتظروا فارغ الصبر الخروج من الحجر الصحي. اليوم كنتظروا القرارات اللي غتجي من بعد 20 ماي، ولكن هذا الشيء رحنا اللي غنحدوه. راه السلوكات ديالنا والالتزام ديالنا هي اللي غتحدد المصير ديالنا. خوتي المواطنين، اليوم ما نقولوا صافي راه سالينا، رحنا غنحيدوا كاع القيود. راه التدابير ديال الوقايه وديال السلامه راها غتبقى معانا مده طويله، راه خاصنا نتعايشوا معاها وتولي جزء من السلوكات اليوميه ديالنا. راه ارتداء الكمامه راه غيبقى معانا فتره طويله، كذلك التباعد الاجتماعي والنظافه، راه خصنا نتعودوا على هذه الممارسات. الله يجازيكم بخير. وبهذه المناسبه كنبغي نشكر الصحافه على التتبع ديالهم، خاصه مجله 24. كنشكر جميع الجنود الخفاء اللي وقفوا لمحاربه هذا الوباء من سلطات محليه، اطقم طبيه، وقايه مدنيه، رجال النظافه. اليوم الحضور ديالنا كفعاليات المجتمع المدني بمدينه سطات في اطار الانخراط ديالنا الله مشروط في البرامج والحملات التحسيسية والتضامنية الموجهة لفائدة ساكنة مدينة سطات. وهذا المسار هذا راه كيكمل يعني البداية ديال هذا المسلسل منذ بداية الوباء والظهور ديالو على الصعيد الوطني. فيعني خرجنا اليوم باش نوعيو الناس، وبطبيعة الحال حنا كنتواجدوا بالسوق ديال ميمونة على أساس أنه واحد المجموعة ديال المواطنين باقيين يعني مستهترين بهذا الوباء هذا. وحنا اليوم خرجنا واحد المجموعه، وزعنا يعني واحد المجموعه ديال الكمامات على اساس اننا نوعيو الناس بان هذا الوباء راه باقى الخطوره ديالو. فاحنا كمجتمع المدني كنحاولوا ما امكن اننا نقدموا واحد الوسيله ديال التوعيه، ديال التحسيس للساكنه بان الامور غاده في الطريق ديالها الصحيح. فانا كنقول بان السلطات المحليه دبرت المرحله بشكل كبير، فكذلك كنقولوا احنا كنا يعني ربحنا الرهان، والدليل على ذلك ان بقينا واحد شخص اللي بقى عندنا في السبيطار، غدا ان شاء الله غادي يخرج، اذا غادي نرجعوا لزيرو حاله. صراحه يعني كاين بعض المواطنين اللي كيستجبوا يعني لينا، وكاين بعض المواطنين صراحه اللي ما على بالهمش، يعني هذا هو الاشكال. كنتمنوا يعني من الناس باش ياخذوا الامور هذه بجديه، لان كما لاحظ العالم بان بزاف ديال الناس ديال دول العالم اللي في مستوى يعني اللي عندها لوجيستيك في الصحه وداك الشيء، ولقات مشكل مع هذا الوباء. فكنتمناو باش ناخذوا العبره. الاكتضاد اللي اليوم شفناه في ميمونه، في سوق ديال ميمونه، ما هو الا يعني ان واحد المجموعه ديال المواطنين يعني ما بقوش كيقولوا انه راه المرض كاين، على اساس انه بحكم الاسئله ديالنا لواحد المجموعه ديال المواطنين يعني كانه المرض مشى ما بقاش. ولكن هذا يعني سلوك خاطئ. إذن خاص الناس تبقى تتعامل مع المرض كأنه قائم هنايا في مدينة سطات، وارتداء
الكمامه والتعامل بجديه مع الوباء عبر ارتداء الكمامه. يعني اثناء العمل ديالنا اللي هو عمل تطوعي لمسنا انه كاين مازال اكتضاض في بعض البؤار ومازال هناك لا مبولات، وخير دليل على ذلك اننا ملي جينا تواجدنا هنا لقينا مجموعه من المواطنين ما كيرتديوش يعني الكمامات الواقيه ديالهم، ما كيحترموش مسافه الامان، وبالتالي كنعاودوا نناشدوهم انهم يلتزموا اكثر، لانه راه ماشي سالينا، راه مازال يعني المشوار طويل، والمسافه ديال السباقات راه كتربح في الامطار الاخيره، يعني ما نجيوش حتى لاخر لحظه ونتهاونوا. وكم هذا المنبر كنعاودوا نناشدوا السلطات المحليه انها تعاود ضعف المجهودات ديالها واليقظه ديالها، باش ان شاء الله نستطيعوا بتضافر مجهودات الجميع اننا نطوقوا ان شاء الله هذا اليوم. في بدايه هذا الاسبوع واستكمالا للحملات التحسيسيه قمنا بعده احياء شعبيه اللي كيكون فيها البؤر وتجمعات الساكنه، من توعيه المواطنين باخذ مسافه الامام، ثم توزيع بعض الكمامات على المواطنين اللي ما كيلتزموش بهذه التعليمات اللي كتعطي الجهات الرسميه. اليوم كما كتلاحظوا فاحنا تواجدنا في حي ميمونه ومشينا لحي سيدي عبد الكريم وحي الطام، مجمع الخير، البؤر اللي تتجمع فيها الكثافه السكانيه. كاين الناس اللي كنلقيناهم ملتزمين بشروط الحجر الصحي، ملتزمين بحفظ السلامه، بشروط النظافه، وبعض الناس اللي كنناشدوهم انهم ياخذوا الحيطه والحذر، لان الحمد لله اقليم سطات فهو كيعرف ان شاء الله وزيره حاله. ونتمنى من جميع الساكنه وجميع المواطنين انهم يلتزموا بالتعليمات اللي كتجي من الجهات الرسميه. وكنشكروا الاعلام المحلي ديال المدينه تولي تيساهم دائما في التعبئه والتحسيس ودائما مرافقه المجتمع المدني، وتحيه لجميع الساكنه ديال سطات، وكنشكرهم على الالتزام ديالهم حتى ان شاء الله تمر هذه الفتره بسلام. والسلام عليكم. اليوم تواجدوا في حي ميمونه توعيه المواطنين على الوباء كوفيد 19، والحمد لله هذه وزن بعض الكمامات بعض الاخوان، وكان اقبال مع بعض المواطنين، ولهذا احنا في عون مع السلطه المحليه ومع الامن الوطني وقوات المسلحه نشكرهم حتى هما على هذه المجهودات الجباره ديالهم. ولهذا الحمد لله حتى نتباشروا بالله تنسمعوا لهم بلي بقات عندنا واحد الحاله في مدينه سطات، ولهذا نتمنوا المواطنين يزيدوا في الحذاء والحذر، يسدوا في محلاتهم ويلتزموا في البيوت ديالهم، وشكرا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.